أبدأ الملاكم الدولي السابق محمد علال وأسفه على وضعية الملاكم الياس عبادي، مبرزا بأن ما يعانيه عبادي هو عينة فقط لمعاناة العديد من الملاكمين، مناشدا بضرورة إيجاد الحلول للتكفل بالملاكمين الجزائريين. يعني عبادي ما راهش الوحيد فقط هو اللي راه مهمش، ولكن كاين كثير من الرياضيين اللي يعني كانوا سبقوا عبادي وداروا نتائج جد مرضية للرياضة الجزائرية وراهم مهمشين. كاين ملاكمين اللي راهم دوك مزوجين يعني بولادهم، شيء مؤسف، مزوجين بولادهم ما عندهمش مناصب عمل. ماذا بيا لو كان يشوفوا قبل الناس هادو لا مزوجين دابور يعني باش يسقموا لهم الوضعية نتاعهم، ومن بعد بار لا سويت يزيدوا هادوما الرياضيين اللي راهم دوك يطلبوا حقهم، وهذا حق كل رياضي جزائري ماشي غير الملاكمين.